على تعديل مواد النظام الاساسي، وبالتالي نتمنى ان الايام المقبله كذلك نقعها واللي التزمت بها يعني بشكل حرفي، وكما كانت نفس الحماس في المواكبه. نحن استطعنا ان نحن احدى هي، وانا جد متفائل انه سوف محمد خفيفي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. بون اليوم نوقع اتفاق اعتبره تاريخي اللي اولا جاء بعد اربع اجتماعات ماراثونية وكانت شاقة وعسيرة، واللي وضعت فيها النقابة التعليمية الاربع من الجامعة الوطنية للتعليم ملف مطلبي اللي عنده ارتباط بالاثر المالي. اشتغلنا بواحد النوع من المسؤولية وبروح المواطنة اللي الهدف الأساسي منها هو إعادة الاعتبار للنساء ورجال التعليم، وبطبيعة الحال إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية. عمليا على مدى تم الاتفاق؟ تم الاتفاق أولا على تحسين الدخل، وهذا هو أهم شيء. المقدار ديالو 1500 درهم على سنتين، تبتدي من 1/1/2024 والشق الثاني في 1/1/2025. بالإضافة إلى هذا كاين مجموعة من اتفاقات اللي مرتبطة بعدد من الملفات الفئوية، يمكن نذكر البعض ديالها، وهو أنه تعويض لأساتذة السلك الثاني بقدر ديالو 500 درهم، تعويض آخر بالنسبة للفئة اللي هي مهمة في القطاع وهي ديال المساعدين الإداريين والتقنيين 500 درهم، أيضا بالنسبة للناس اللي وصلوا خارج السلم في الدرجة 5 عندهم 1000 درهم، بالنسبة لهيئة الإدارة التربوية المتصرفين التربويين عندهم أيضا تعويض ديال 500 درهم، وعدد من عدد من النقاط اللي هي مهمة اللي الأساسي فيها كنتمنى أن نكونوا أن ما خيبناش انتظارات نساء ورجال التعليم، وعندنا اليقين بأن هذه القرارات هي مرتبطة أيضا بالجولة الثانية اللي غادي تكون ابتداء من الأسبوع المقبل، واللي غادي يتم فيها مراجعة النظام الأساسي، غادي نراجعوه من المادة 1 حتى المادة 98 على أساس أن هناك بعض النقاط الخلافية اللي غادي يتم التجاوز ديالها من أجل أن تعود للمدرسة العمومية الاستقرار ديالها، أن يعود أبناء الشعب المغربي إلى المدارس، وأن يعود أيضا الأساتذة أيضا إلى أقسامهم. شكرا لكم.